وكالعادة خلونا نروح نشوف بقى الفعاليات من العالمين نفسها عاملة ازاي، وهتنقلها لنا زميلتنا فاطمة خليل اللي هتقول لنا آخر التفاصيل والأجواء. مساء الخير عليك يا فاطمة. مساء الخير عليك يا باسانت، ومساء الخير على كل متابعي ومشاهدي القناة الأولى وبرنامج العالمين. عايزة أقول لك إن في أجواء حلوة قوي وفي أجواء حماسية ومبهجة ناقصاكي فعلا يا باسانت. لازم في أول أجازة لازم تيجي هنا تحضري كل الأجواء الحماسية والمبهجة دي في مهرجان العالمين وداخل مدينة العالمين الجديدة. النهاردة كان في مشاركة كبيرة جدا من طلاب الجامعات المصرية المختلفة واللي هتستمر على مدار أيام المهرجان في الفترة القادمة، مشاركة في كل الفعاليات الرياضية. الفعاليات الرياضية مستمرة أيضا معانا، كمان مبادرة شارع الخدمات الصحية بدأت في استقبال زوارها وزوار مهرجان العالمين للتأكد وللتوعية ولتقديم كل الدعم الصحي ليهم. عروض السيرك كمان مستمرة وكانت لسه بدأ فعاليتها من 9:30. كمان بالنسبة لقصور الثقافة بدأت فرقة الفنون الشعبية، فرقة الشرقية للفنون الشعبية، أولى عروضها النهاردة. وزي ما كنت بتكلمي من شوية بسان عن مفاجآت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومفاجآت مهرجان العالمين، عايزة أقولك أن كل يوم بيبقى فيه مفاجأة وكل يوم فعالية جديدة، ففعلا مفاجآت مهرجان العالمين لا تنتهي، وأنا معاكم دايما لحظة بلحظة علشان أرصد لكم كل هذه الفعاليات. نشكرك يا فاطمة، ويعني زي ما أنت قلت كده أنا في أول فرصة كده وفي أول أجازة عارف أخدها هجيلك على طول. نشكرك مرة تانية يا فاطمة، وزي ما انت قلتي كل يوم في فعاليات جديدة ومختلفة في مدينة العالمين، لسه مكملين كلام عنها ولسه هنستعرض مع حضراتكم باقي الأجواء يمكن في العالمين عاملة ازاي. لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع جدا ومن بعده هنرجع نكمل كلامنا، فخليكم معانا.